السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة سنة رابعة؟ إن شاء الله هنشرح مع بعض مقرر الكلينيكال بايوكيمستري. مقرر الكلينيكال بايوكيمستري مختلف تماما عن البايوكيمستري اللي درسناها في سنة تالتة اللي هي البايو 1 والبايو 2، ومفيش باسويز كتير إن شاء الله. طيب هنبدأ إن شاء الله مع جزء دكتور السويدي، وجزء دكتور السويدي محتاج تركيز شوية في الإيه؟ في الامتحان. محتاج واحد مجمع المعلومات بتاعته، يعني مش مجرد واحد قاري بس، لا يعني هو هنا بيعتمد في الامتحان على تجميعك للمعلومة، وبيعتمد حتى كمان ان هو يلخبطك في حاجة، ان هو بيجيب تقريبا 6 اختيارات، مش 4 اختيارات بس، لا 6، فستة ده هيلخبطك. فانت لو متأكد من الاجابة بتاعتك وحافظ المعلومة كويس، ان شاء الله هتحل في الامتحان بتاعه، وما تسمعش كلام حد اللي يقول لك سيب الجزء بتاعه في الامتحان، لان الجزء بتاعه كبير 4 أو 5 محاضرات، بتتكلم في 20 25 درجة، فدول كتير جدا عليه. تمام، هنبدأ بقى الأول في المقدمة بتاعتنا. الكلينيكال كيمستري أو الكلينيكال بايوكيمستري هي الاستادي بتاع الـ أو الاستادي بتاع التغيرات اللي بتحصل داخل الجسم نتيجة تعرضه لمرض معين. It is the study of what happens to body chemistry when affected by disease. الحتة دي مش بتيجي في الامتحان فهنقراها بسرعة. في اكتر من اسم للكلينيكال كيمستري، عندنا كلينيكال باثولوجي، كيميكال باثولوجي، الميتابوليك ميديسين. طيب العلم ده بيشمل ايه بقى؟ بيشمل حاجتين، بيشمل ان انا اعرف المرض بتاعي عن طريق التشخيص بتاعه اللي هو الدايجنوستيك تكنيكس، وكمان ازاي اعمل له مانجمنت. طيب العلم ده علم وظيفي وعلم تطبيقي. As a function science it applies biochemistry، لان هو هنا علم وظيفي، فانا بستخدم البايوكيمستري اللي هي اللي انا درستها قبل كده، والفسيولوجي اللي انا درسته برضو قبل كده. ليه بقى بستخدمهم يا دكتور؟ عشان يوضحوا لي elucidation of nature and causes of disease، عشان افهم طبيعة واسباب المرض. تمام، طيب كابلايد ساينس بقى، كعلم تطبيقي، بايه بيهتم بايه؟ بالتحليل والايه والتفسير لايه للمرض، وده هيساعد الايه الفيزيشن بتاعي او الكلينيشن اللي هو الطبيب في الدايجنوزيس، في التشخيص بتاع المرض، في علاج المرض، وكمان فيما بعد ان هو يقدر يمنع الايه يمنع المرض ده. تمام، طيب الحته دي بيقول لك ان الكيميكال باثولوجي طبعا مش مهم قوي في خالص، دي انا عايزكم تقروها بس، ما بتجيش في الامتحان اصلا. بيقول لك في الاخر خالص ان هي العلم دون سموه اسم شامل شويه، هو الكلينيكال كيمستري، الكيمياء السريريه، والميتابوليك ميديسين اللي هو الطب الخاص بالايه بالميتابوليزم. طيب دلوقتي بقى هنبدا في ايه في المهم، ريكويستنج لابوراتوري تيست. دلوقتي يا دكتور انت ايه، انت بتشتكي من حاجه معينه، من عرض معين، فرحت للايه فرحت للدكتور اللي انت متابع معاه واللي بتعمل معاه تشيك اب وكل شويه وكده، وقال لك والله لا ده انا هطلب منك تحليل كوليسترول، هطلب منك تحليل سكر تراكمي. طيب هو ده بقى معنى كلمه ريكويستنج لابوراتوري تيست، ان هو اللي انا بلي الطبيب بيطلب التحاليل. حلو، قال لك السيجنيفيكانس دي بتيجي في الامتحان. اللابوراتوري انفستيجيشن ار يوزد فور، اول حاجه طبعا معروفه، تو هيلب دايجنوزس، الدايجنوزس اللي هو التشخيص بتاعي، ان انا دلوقتي انا شاكك ان المريض ده مريض سكر، انا جيت قست له مثلا اللي هو الراندوم بلاد جلوكوز، حلو لقيته عالي، هل هو هقول له ان هو مريض سكر؟ لا، اقول له بعد اذنك هتروح تعمل لي ايه سكر تراكمي، وبناء على التحليل ده لو فعلا طلع اكتر من 6.5 زي ما احنا عارفين النورمال رينج بتاعه، لا يبقى اقول له انت حضرتك مريض سكر، وابدا بقى ايه اكتب له الادويه اللي هيمشي عليها. يبقى ده اسمه التشخيص، يعني من خلال التحليل قدرت اشخص المرض. يبقى تو هيلب دايجنوزس تيستس كان بي يوزد تو ديفرنشيت بين فيريس بوسيبيليتيز بيست اون انيشال هيستوري اند اكزامينشن وين ذا بيشنت فيرست بريزنت. يعني طبعا بيعتمد ان المريض بيقعد يحكي بقى للايه للطبيب الاعراض بتاعته، وهل في هيستوري معايا ولا لا كده يعني. طيب السكريننج، سكريننج معناها ان انا بتعرف على المرض قبل ما يظهر، وده طبعا كلنا عارفينه وبنسمع عن حاجه اسمها عينه الكعب. عينه الكعب دي يا دكاتره اول ما الطفل بيتولد تقريبا بعد يوم او بعد 48 ساعه تقريبا، بيروح الوحده الصحيه او بيروح المستشفى بياخدوا عينه الكعب من رجله. حلو،
عينة الكعب دي بيكشفوا فيها عن بعض الأمراض الإيه الوراثية قبل ما تظهر خالص، قبل ما تظهر أهو detection of disease before it clinically appears. حلو، بيقول لك أهو testing on infants at birth for specific inherited disease. يعني إيه الانherited disease؟ يعني الأمراض الوراثية زي الفينايل كيتونيوريا دي خدناها، والثايرويد ديفيشينسي دايما المشاكل دايما بيحصل في الايه في الثايرويد الغده الدرقيه طبعا. فدي انا بشوف هل الطفل ده هيبقى معرض للاصابه بالمرض ولا لا، معرض للاصابه بالمرض ولا لا. يبقى فرق دايجنوزس، المريض بيشتكي من حاجات فانا طلبت منه تحاليل فالتحاليل ظهرت لي حاجه، هو ده الدايجنوزس. اما السكرينينج انا المريض ما بيشتكيش من اي حاجه، ما بيشتكيش من اي حاجه خالص، لا انا عايز اطمن ان هو مش هيصاب بالمرض قبل ما تظهر الاعراض. تمام. طيب ثالث حاجه بقى المونيتورنج، ثالث حاجه بقى الايه المونيتورنج. المونيتورنج يا دكاتره معناها ان هي بعمل للايه لل زي بيقولوا ايه ان انا بتابع حاله المريض، بتابع حاله يعني ده مصاب، ده مصاب وبياخد ادويه، انا عايز اشوف بقى تاثير الادويه دي هل هي مظبوطه ولا لا. ماشي. طيب هي بيقول لك اهو following the progression of disease process، دي اول حاجه. checking against adverse effect، يعني ايه checking against adverse effect؟ يعني انا دواء معين بيعمل لي مشاكل معينه بشوف المشاكل دي، زي مثلا في حاله لو انا باخد ايه diuretic ممكن يحصل معاه هايبوكاليميا، فانا لازم اطلب من المريض كل شويه تحليل بوتاسيوم، صح ولا لا؟ طيب كمان حاجه خالص اخر حاجه اللي هي الريسبونس تو ثيرابي، عايز اشوف المريض بتاعي بيستجيب للادويه اللي انا بديها له ولا انا بقى ايه بمسك سمك في ميه. لا انا عايز اشوف الدواء اللي انا مديله ده بيعالج السكر. طيب جيت اقيس السكر بتاعه لقيته عالي، يبقى الدواء ده مش فعال، لا ده انا اغير له بقى واديله ايه جنريشن اعلى شويه، زي في حاله الجلوكوز ليفل ان دايابيتس ميليتس. يعني دايما المريض السكر دايما يقول لك يستحسن يكون عنده جهاز في البيت، جهاز قياس سكر، عشان يقيس كل شويه، يقيس مثلا صايم ويقيس فطر بعد ايه بعد ساعتين من الاكل. تمام. طيب البروجنوزس، البروجنوزس اللي هي التنبؤ بالامراض، التنبؤ بالامراض بيقول لك بروفايدنج انفورميشن اون ديسيز سسبتابيليتي، providing information on disease susceptibility. يعني انا شاكك ان المريض ده ممكن يصاب بمرض معين، فايه هو ده البريجنوزس. زي مثلا مريض لقيت عنده سمنه، حلو، فاقول له معلش بعد اذنك اعمل لي كوليسترول كاجراء احترازي، كاجراء ايه احترازي ليه يا دكتور كاجراء احترازي؟ لان انا عارف ان دايما الاوبستي مرتبطه بايه بامراض القلب، فانا هقول له بعد اذنك اعمل لي تحليل كوليسترول عشان لو عالي اقدر اتوقع ان انت ممكن تصاب بايه بامراض من امراض القلب لا قدر الله يعني، واقدر يعني ايه نقلل الكوليسترول من دلوقتي ونمنع امراض القلب بعد كده. تمام. يبقى انا كده دلوقتي عرفت اللي هو الايه فايده اللابوراتوري انفستيجيشن او اللابوراتوري تيست اللي الدكتور بيطلبها. والحته دي جه منها سؤالين رخمين جدا في الايه في امتحان الميد تيرم السنه اللي فاتت. طيب بيقول لك بقى في النوت دي اللي هو البيشنت اوفر انفستيجيشن، يعني لما انا بطلب تحاليل كتيره جدا من المريض ده بيخليه مش مرتاح خالص، وبالتالي ممكن يكسل ان هو يعملها اصلا، وده هيأثر بالتالي على الايه على العلاج بتاع المريض. طيب اللي هي البيفور ريكويستنج وكلوز ريليشن، ده الكلام ده كله ما بيجيش في الامتحان، عايزك تقراه بس. طيب ده كله احنا قلناه. طيب ايه الطرق بقى اللي بستخدمها في التحاليل بتاعتي؟ ايه الطرق اللي بستخدمها في التحاليل بتاعتي؟ عندنا تقريبا 6 طرق، والست طرق يعتبر كلنا اخدناهم قبل كده. في حاجات هركز لك عليها وحاجات هتقراها بس او هتعديها. اول حاجه الكالوريمتريك ميثود كلنا عارفينها، ان انا بجيب الماده بتاعتي وبحط عليها صبغه، والصبغه دي او الناتج التفاعل بيكون ليه لون معين، اللون بتاعه ده بقدر اقيس اليو في ابزوربشن بتاعه، هو ده الكالوريمتريك ميثود. ان لايت رياكت وذ ا داي تشينجينج اتس ابزوربشن سبيكترم كلر ميجرد وذ سبيكترو فوتومتر. طيب الايون سيلكتيف الكترود، ان انا هنا بجيب الكترود حلو يكون خاص بالايون اللي انا عايز ايه
اعينه، ومجرد ما بي ايه ما بيعينه بيكون بروبورشنال تول كونسنتريشن، مش مهم. طيب الانزيماتيك ميثود، الانزيماتيك ان انا هنا بعمل تفاعل ايه بيتحفز بانزيم معين، زي مثلا تفاعل اللاكتيت مع الناد، في وجود هنا طبعا اللاكتيت دي هيدروجينيز انزيم لو نفتكر، يديني البيروفيد والناد اتش. الناد اتش ده هو اقدر اقيس اليو في ابزوربشن بتاعه، وبيكون خاص بالايه بالكونسنتريشن بتاع الانالايت بتاعي. برضه مش مهم الرايه راديو امينو اسيد دي انتوا خدتوها في المايكرو، اقرا لي دي بس. طيب الكروماتوجرافيك ميثود بقى دي مهمه قوي، مهمه قوي قوي قوي، والامثله هي اهم حاجه. الكروماتوجرافي طبعا اللي هو الايه الفصل الكيميائي، زي ايه زي الحاجات اللي احنا خدناها في الفايتوكيمستري، حلو، زي الاتش بي ال سي والحاجات دي كلها، واللي هو التي ال سي اللي هي الامثله دي كلها. قال لك بقى في البلازما او اليورين، في البلازما او اليورين ممكن اكشف عن بعض الحاجات اللي موجوده في الجسم، زي البروتين. البروتين اقدر اعينه بالالكتروفوريسيس لو فاكرين، حلو، لان البروتين ده من ضمن المركبات اللي تشارجت اللي هي الايه المشحونه، فتقدر تتحرك في المجال الكهربي. طيب طيب الامينو اسيدز اللي هي طبعا بتكون البروتين اقدر اعمل لها اسي بالايه بالايون اكسشينج كروماتوجرافي. طيب عندنا بقى بعض الاحماض العضويه زي اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده مهم جدا عشان لازم ايه اعينه في البلد عشان اشوف حوار اللاكتيك اسيدوزس، حلو، اقدر اعينه باكتر من حاجه، عندنا الجاز كروماتوجرافي والماس سبكترومتري. طيب عندنا بقى في ايزو انزيمز، ايزو انزيمز زي الايه زي الكرياتين كاينيز، اللي هو الايه الايزو انزيمز بتاعته، كانت كرياتين كاينيز 1 كرياتين كاينيز 2 3 وهكذا، اقدر اعينه بالالكتروفوريسيس. يبقى انا كده ممكن احط البروتين والايزو انزيمز الاثنين مع بعض، ماشي، هما الاثنين الكتروفوريسيس، اما اللي انا هحفظه هما الامينو اسيدز والاورجانيك اسيدز. طيب عندنا بقى الدي ان ايه تكنيكس، بقدر اعين اللي هو الدي ان ايه بتاع الايه بتاع المريض، يعني بقى عن طريق ان انا بشوف الميوتيشن، او عن طريق اشوف الايه البوليمورفيزم، عن طريق استخدام اللي هو الايه البوليميريز تشين رياكشن اللي هو البي سي ار، ودي احنا هندرسها ان شاء الله في العملي. طيب يبقى انا كده خدت الايه الطرق بتاعه التحليل، يبقى انا شفت فائده التحاليل بتاعتي، وكمان شفت الطرق بتاع الايه التحليل. بعد كده بقى عندي الايه الانتربريتنج ريزلتس، انا خلاص عملت التحليل والنتائج قدامي بقى. دايما كده يجي لك في الصيدليه يقول لك يا دكتور ما تبص لي على التحليل ده، انت طبعا على طول بتبص للايه للنتيجه وبتقارنها بالايه بالنورمال ريزلت، ماشي. بيقول لك when interpreting laboratory test the clinician should ask the following question. الاسئله دي بتقروها بس ما بتجيش في الامتحان خالص، تمام. طيب انا قلت لك بتبص على ايه يا دكتور في التحليل؟ بتبص على حاجه اسمها الريفرنس رينج، بتبص على الايه على الريفرنس رينج اللي هو القيمه الايه الطبيعيه للايه للماده اللي انا بحللها. قال لك الريفرنس او النورمال رينج او الانترفيل، على فكره الحته دي اللي الدكتور عداها كانت موجوده على السلايدز وعداها وقال هنقولها بعد كده، ماشي، بس انا لازم اشرحها لك، هم اصلا نقطتين اتنين بس لازم اشرحها لك عشان تفهم الحته اللي بعدها. قال لك يوجوالي انكلودز 95% of the test result. يعني ايه 95% of the test result يا دكتور؟ يعني انا مثلا بجيب ناس كتيرة قوي 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 وبحللهم، ماشي، بحللهم مثلا سكر، حلو، وبشوف النتائج دي كلها، وبشوف النتائج دي، بلاحظ ان 95% من النتائج بتديني في النورمال رينج، هو ده الريفرنس رينج. يعني من 70 ل 110 بلاقي معظم الناس فعلا الرينج بتاعها من 70 ل 110، حلو، 95% 95%. طيب انا هل انا بجيب اي حد؟ قال لك لا، الهيلسي ايج ديفايند يعني نفس العمر، سكس ديفايند يعني بيكونوا نفس الجنس يعني سواء ذكور او اناث، حلو، وبعمل لهم التحليل دون وبشوف النتائج بتاعتي واشوف ال 95% من النتائج هتبقى فين بالظبط. فور ذا ماجوريتي اوف تيست of test of individual result for any constituent are distributed around this mean النورمال ديستريبيوشن كيرف. يعني في دايما احنا بنقول اللي هو النورمال ديستريبيوشن كيرف، حتى وزير التعليم العالي كان دايما كان بيعرض الحاجات دي في تحليلات الكورونا والحاجات دي، كان يقول لك النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي هو بيكون شكل اللي هو البيل شيب اللي هو شكل الجرس، هوريه لك تحت اهو، هو ده، بص ده 95% من النتائج.
طيب ال 95% من النتائج دول بقى بيقول لك ايه؟ بتكون being about two standard deviation from the mean. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انا بجيب متوسط النتائج بتاعتي. سي مثلا، سي متوسط النتيجة اللي انا عملتها كلها، النتائج لما كده حلل سكر اللي انا ال 100 واحد اللي انا عينتهم كانوا 90. كانوا كام؟ كانوا 90. حلو؟ باجي انا بقى احسب حاجه اسمها الستاندرد ديفيجن، واسمه الانحراف المعياري او الانحراف القياسي. طيب احنا المفروض كنا ناخد الحته دي في الايه، في الاستاتكس، في التحليليه، بس ما اتشرحتلكوش. ماشي؟ فانت ما عليك الا تعرف اسم الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن هو الانحراف المعياري. حلو؟ القانون بتاعه مش عليك. جوهم حسب مثلا الستاندرد ديفيجن ده طلع 10. حلو؟ الستاندرد ديفيجن ده بقى بيقول لك، او المين اللي انا طلعته اللي هو 90، بيقول لك ان 95% من النتائج دول بيكونوا about two standard deviation. about two standard deviation ازود 2 ونقص 2. يعني بص، ادي المين بتاعي اهو، ادي الزيرو. حلو؟ زود 2 ونقص 2. يعني نفترض هنا كانت النتائج بتاعتي مثلا 90، زود 2 يبقى 110، نقص 2 يبقى 70، لان وحده ستاندرد ديفيجن بس بكام؟ ب 10. يبقى لما نقص 2 تبقى 70، لما زود 2 تبقى 110. يبقى النورمال رينج بتاعي اهو هيبقى 70 ل 110. هي دي الفكره بالظبط. حلو؟ بيقول لك اهو دي في حاجه اسمها الفريكوانسي ديستريبيوشن. اف وي هاف تو بيرفورم اني ديترمينيشن، يعني هنا بيقول لك بقى اللي ايه، لما باجي اعمل ديترمينيشن على كميه كبيره من الناس، we would accumulate the result when plotted in the form of histogram. ده اسمه هيستوجرام. ده اسمه ايه؟ هيستوجرام. شكل الكيرف اللي طالع اسمه بيكون بيل شيب، يعني شكل الجرس اهو. طيب from the curve the mean can be determined. طبعا بقدر اعين المين زي ما كلنا عارفين، مجموع القيم على ايه؟ على عددها. تمام؟ يبقى دي هي الريفرنس رينج، وهي دي الفريكوانسي ديستريبيوشن. حلو؟ طيب الستاندرد ديفيجن، قلت لك الستاندرد ديفيجن يا دكاتره هي الايه؟ الانحراف عن قيمة المين، الانحراف عن قيمة المتوسط. حلو؟ طيب الانحراف عن قيمة المتوسط، قال لك ادي القيمة بتاعة المتوسط اهو، انحراف 1 زائد 1 او ناقص 1، بلاقي ان 68% من النتائج في الايه، في الانحراف ده. شفت اهو، حتى عاملها لك اهو، 68% من النتائج بتاعتي. طيب 95% اللي قلت لك اللي هو النورمال رينج اللي انا بختاره بقى هنا، بيكون زائد 2 او ناقص 2 ستاندرد ديفيشن اهو. طيب 99.7% من النتائج بتكون زائد 3 او ناقص 3. حلو، يبقى انا كده اقدر اقول لك ان انا عشان اجيب النورمال رينج اقوم جايب 100 واحد. حلو، وحلل لهم مثلا سي سكر، واطلع المين، وبعد ما اطلع المين اطلع الستاندرد ديفيشن، وبعد ما اطلع الستاندرد ديفيشن هلاقي ازود بوزيتيف 2 ستاندرد ديفيجن، وازود او انقص سالب 2 ستاندرد ديفيجن، وايه واشوف الايه، واشوف النورمال رينج، هلاقي ان 95% فعلا من النتائج بتقع في المنطقه دي. تمام؟ طيب بعد كده بقى في حاجه اسمها الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول ده يا دكاتره هن ايه، هندرسه بالتفصيل ان شاء الله في ايه، في سنه 5، اللي هي المقاييس الجوده. حلو؟ الكواليتي كنترول دي بيبقى فيها بارامترز كتيره قوي، ليها بارامترز كتيره عشان اتاكد ان التيست بتاعي مطابق للمواصفات. بمعنى ايه؟ بمعنى الاكيورسي بتاعته مظبوطه، الدقه بتاعته مظبوطه، البريسيجن، هنشوف الاثنين دلوقتي الفرق ما بينهم. لو عدت التيست اكتر من مره بيديني نفس النتائج، دي هي اسمها الكواليتي كنترول. طيب احنا دلوقتي هندرس بس حاجتين خاصين بالكواليتي كنترول، هما الاكيورسي والبريسيجن، وايه ودول جه منهم سؤال واحد بس في الميد ترم الايه، السنه اللي فاتت. الاكيورسي هي الدقه، والبريسيجن برضو تعتبر هي الدقه. طب ايه الفرق ما بينهم يا دكتور؟ قال لك ان الاكيورسي هي مدى قرب النتائج من الترو فاليو. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي عارف العينه بتاعتي دي النتيجه بتاعتها المفروض تطلع 70 مللي جرام بير ديسي لتر. حلو، عملت التيست لقيتها مثلا 69.9، يبقى التيست بتاعي ده اكيوريت، لان لازم يكون ايه، يكون في قيمه مطلقه. يعني انا ممكن اسمح بنسبه خطا معينه، لو عدى نسبه الخطا دي يبقى التيست بتاعي مش اكيوريت. تمام؟ يبقى الاكيوريسي بقيسها
مقارنة بالترو فاليو. It is the degree that a measurement deviates، يعني تنحرف، from the true or absolute value، يعني القيمة المطلقة أو القيمة الحقيقية. It is sometimes difficult to establish true value، طبعا صعب إن أنا أعيد الـ true value. Some laboratories use commercially controlled serum. Pure standard depend on reference laboratory for accurate assayed value. ما تهمنيش الكلام ده خالص. طيب البريسيجن بقى، البريسيجن قال لك لا، البريسيجن هي ملهاش دعوة، ملهاش دعوة بالترو فاليو. امال ليها علاقة بإيه؟ بحاجة اسمها الريبروديوسابيليتي. يعني إيه الريبروديوسابيليتي يا دكتور؟ يعني التكرارية، الاستمرارية. يعني إيه برضه يا دكتور؟ يعني انا ما يهمنيش النتيجه بتاعتي تطلع قريبه من الترو فاليو، لا، قد ما ايه لو عدت التجربه اكتر من مره النتائج كلها تكون جنب بعضها. ازاي؟ انا عملت التجربه الاولانيه طلعت 70، عملت التجربه الثانيه طلعت 69 ونص، عملت التجربه الثانيه طلعت 69 و7 من 10. يبقى التجربه الطريقه بتاعتي بريسايز. الطريقه بتاعتي ايه؟ بريسايز. ليه؟ لان كل النتائج قريبه من بعضها. لكن لو طلعت مثلا 70 60 55، لا ده كده مش بريسايز خالص. هل انا جبت لك، انا كده ما جبتش سيره الترو فاليو خالص، انا جبت حته ان ايه القيم تطلع جنب بعضها بس. بيقول لك اهو it is the ability of a method to reproduce، يعني تتكرر، its value القيمه بتاعتها within narrow limits under specified conditions set by the analyst. طيب الحته دي بقى مهمه قوي 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 قوي. انا هنا بحسب الاكيورسي، المفروض اصلا كنت احسبها، المفروض احسبها من الترو فاليو، لكن هنا انا بحسب البريسيجن من حاجه اللي اسمها الستاندرد ديفيشن. يبقى انا كده في الامتحان لما يجيب لك الاكيورسي يبقى عينك تروح على طول على الترو فاليو، اما لو جيب لك البريسيجن بحسبها منين يا دكتور؟ من الستاندرد ديفيشن، ودي جت في امتحان الميد تيرم السنه اللي فاتت. تمام؟ طيب لو بصيت للصوره اللي جايه دي، بص ادي القيمه الحقيقيه بتاعتي اهي، هتلاقي الاكيورسي يبقى الطريقه دي اكيوريت. بص البريسيجن بقى، لا اهو ادي القيمه الحقيقيه بس كل النتائج جايه لي هنا. هل انا جبت سيره الترو فاليو؟ لا، ده انا هنا النتائج كلها جنب بعضها، وبالتالي بقول على الطريقه دي بريسايز. طيب في حاجه اسمها الكوفيشنت اوف فاريشن. كوفيشنت اوف فاريشن، قال لك الكوفيشنت اوف فاريشن اللي هو معامل التغيير. معامل التغيير، قال لك معامل التغيير ده انا بقيسه منين؟ عن طريق الستاندرد ديفيجن، بطلعه وبقسمه على المين واضربه في 100. طبعا الكلام ده كله كلام رياضة، كلام رياضة، ما اقدرش ان انا ايه اشرح لك فيه حاجات كتيرة قوي، لان المفروض كنتوا تاخدوه في الاستاتكس، بس ما اشرح لكوش. حلو، اتمنى تكونوا يعني ايه فاهمينه شوية. الكوفيشنت اوف فاريشن ده بقى يقول لك معامل التغيير. طيب معامل التغيير عن القيمة الحقيقية. طيب كل ما كان معامل التغيير بتاعي قليل كل ما كان احسن. The smaller the coefficient of variation the more values tend to cluster around the mean، يعني هتتجمع حوالين المين، يعني هتتجمع لي في المنطقة اللي أنا عايزها. and the more reproducible and reliable result، يعني الطريقة بتاعتي هتبقى precise و accurate الاتنين مع بعض. يعني هلاقي الإيه الأسهم كلها في المنطقة دي كده، يعني لو عدت التجربة أكتر من مرة الأسهم هنا وكلها قريبة من الترو فاليو. تمام، يبقى لازم أحط في دماغي إن coefficient of variation لازم يكون صغير. طيب نكمل. انا دلوقتي بقى بيقول لك ايه، عندنا بقى عالم اسمه تونك. تونك ده قال لك ايه بقى يا باشا؟ قال لك انا هعمل ايفالويشن للداتا بتاعتي، يعني اقيم الداتا بتاعتي على حسب قانون معين. ايه هو بقى؟ قال لك تونك فورميولا، قال لك ان الايرور اوف ذا تيست، الايرور، الايرور، يبقى دماغك على طول تروح ناحيه الايه الاكيورسي، لان قلت لك الاكيورسي ديفييت فروم ذا ترو فاليو. طيب لما لما النتيجه بتاعتي يحصل لها ديفييشن فروم ذا ترو فاليو، يبقى كده انا كلامي عن الايرور. لكن لو كلامي عن الستاندرد ديفييشن، لا، يبقى كلامي عن الايه البريسيجن. شودنت اكسيد ربع اوف ذا نورمال رينج. طيب سيبك من الليله دي كلها، قال لك ان الماكسيمم الاوبل ايرور، يعني اقصى ايرور او اقصى خطا مسموح بيه، احسبه ازاي؟ بجيب النورمال رينج واضربه في ربع واقسمه على المين واضرب في 100. طيب نشوف مساله، والمساله دي بتيجي في الايه في الامتحان كتير. بيقول لك النورمال رينج بتاع الصوديوم 135
ل 145 مللي ايكويفالنت بير لتر. احسب لي الماكسيمم الاوبل ايرور، يعني احسب لي النسبه المئويه المسموح بيها للتيست، ان هي لو زادت او قلت بالنسبه دي بيبقى التيست بتاعي مقبول، لكن لو زادت قوي او قلت قوي يبقى التيست بتاعي مش مقبول. اول حاجه بجيب النورمال رينج، النورمال رينج بطرح الكبير ناقص الصغير، او النورمال رينج بتاعي 10. حلو. وبعد كده بقولت لك بايه، بضرب الربع اللي هو على حسب تونك ما قال، ربع النورمال رينج، ربع في 10 يبقى 2.5. حلو. بعد كده اجيب المين، المين مجموع القيم على عددها 135 على 145 على 2 140، يبقى انا دلوقتي عندي 2.5 على 140 في 100، يطلع لي الايه الماكسيمم الاوبل ايرور 2%. يا نهار ابيض، ده كميه او نسبه قليله قوي. قال لك بقى عشان ايه اريح دماغي، this is an estimation، يعني دي تطبيق رياضي بس، لكن كايه عشان اريح دماغي ان الماكسيمم الاوبل ايرور لازم ما يعديش ال 10%. تمام، ال 10% بالنسبه للايه للتيست بتاع الصوديوم ده. تمام، يبقى انا كده عندي عرفت الماكسيمم الاوبل ايرور بعينه منين، بعينه من تونك فورمولا، وعرفت المساله بتاعته. طيب هل في حاجات بتأثر لي على التست بتاعي؟ قال لك ايوه، حاجات كتيره جدا. في عندنا فرعين رئيسيين، او في عندنا اختلافات رئيسيه. ايه هي بقى الاختلافات دي؟ اول حاجه الاختلافات بين الافراد وبعضها، اللي هي between individual difference، يعني واحد مختلف عن واحد في العمر، واحد مختلف عن واحد في الايه في الجنس، واحد مختلف عن واحد في العرق. طيب ال age related difference، قال لك ان البلازما يوريا، الامثله دي مهمه، الامثله اللي في الحاجات دي مهمه، ان البلازما يوريا بتزيد طبعا مع التقدم في العمر، وفي واكتر في حاله المني، وبالتالي لازم اخد بالي قوي قوي وانا بحلل. لو مثلا لو شخص عندي جالي عنده 70 سنه، البلازما يوريا طبيعي ممكن الاقيها عاليه شويه عن شخص مثلا عنده 30 سنه، لو ايه لو جيت اقيس الاثنين. كمان البلازما الكالاين فوسفاتيز، حلو، بتزيد في حاله التشيلدرن وفي حاله الالدري، الاثنين مع بعض. حلو، يبقى لازم اراعي دي في الايه في الايه في التحاليل بتاعتي. السكس ديفرنس، طبعا البلازما يوريت او البلازما يوريا طبعا بتكون زياده في الميلز، اللي هو الاتش دي ال كوليسترول. قلنا دايما ان هو كان بيبقى، لو انتوا فاكرين، كان من ضمن الحاجات اللي بتزيد قوي قوي في البريمينوبوزال وومن عن الايه عن المن. تمام، المثال الثاني اوروباس. الاثنيك ديفرنس اللي هو الاختلاف العرق، اختلاف الايه العرق. بعض الحاجات بتكون زياده شويه في ايه في عرق معين، زي ايه، زي البلازما كرياتين كاينيز، ده بيكون زايد قوي في الايه في الافارقه عن الكوكاز، الكوكاز يعني. ماشي، يبقى انا كده عندي البيتوين انديفيدوال ديفرنس، عندنا ثلاث اسباب، الايدج والسكس والاثنيك. طيب في بقى وزن انديفيدوال فاريشن، يعني كل واحد بيقوم بحاجات معينه كده مختلفه عن التاني، مش ايه مش اختلافات ايه عامه، لا اختلافات خاصه شويه. عندنا دي بقى ممكن تكون ريجولار فاريشنز او irregular variation. الريجولار فاريشن دي بقول عليها سيركاديان او ديورونال ريزم. يعني ايه سيركاديان او ديورونال ريزم؟ يعني بتتغير على حسب اليوم، على مدار اليوم. اول حاجه تايم اوف ميل، يعني مش كل الناس بتاكل في الوقت في وقت واحد، لا، في واحد بياكل الساعه مثلا بيتغدى الساعه 2، واحد بيتغدى الساعه 5 وهكذا، وبالتالي لازم اراعي الحاجه دي. قال لك البلازما جلوكوز كونسنتريشن كان بي كوركتد اف ذا بلاد استيكن وين ذا بيشنت از فاستك، يعني لازم اخلي المريض ده ايه يصوم. طيب ديلي سيركاديان فاريشن، يعني الكورتيزول، لو احنا نفتكر واحنا بندرس هرمونات، الهرمونات البلازما كورتيزول مختلفة، بتختلف شوية. ليه؟ لأنها بتعتمد على الحالة المزاجية للمريض. لو عنده ستريس بلاقي الكورتيزول عالي، لو هو راجل ايه راجل مظبوط وراجل تمام كده ومية مية، لا، بلاقي الكورتيزول عنده مظبوط. تمام، في مثال كمان ان هنا البلازما ايرن كونسنتريشن بتختلف على مدار اليوم، عندنا ان هي ممكن تنزل ل 50% من القيمة بتاعتها between morning and evening. حلو،
and can be collected by blood sampling at the same time. تمام. طب كمان في ان الهرمونات طبعا بتختلف في الايه في الومن عن المن. تمام. وده طبعا عن يعني بتحكم فيها او بعرفها عن طريق المنستيريال سايكل، لازم احط دي في دماغي وانا بعمل التحليل. كمان حاجه طبعا البلازما ايرن حلو، برضو بتقل قوي 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 في حاله الايه لو في منستريشن عند الومن. تمام ولا لا؟ تمام. طيب في بقى اللي هي الراندوم اللي هي العشوائيه، يعني ايه؟ اختلافات من يوم ليوم، يعني مش حاجه طبيعيه، يعني مش حاجه انا عارف ان هي هتحصل، لا يعني مثلا حاجة في حاله الدوره الشهريه انا عارف ان هي مثلا هتحصل في الوقت الفلاني، خلاص هاخد بالي ان البلازما ايرن هتقل. لكن هنا بقى في day to day variation of plasma ion، يعني ايه؟ يعني بلاقي اختلافات غير مفهومة من البلازما ايون، بلاقي في يوم عالي في يوم قليل وكده. تمام. وده انا هخلي بالي منه قوي عن طريق ان انا اقدر اعمل تحليل في اكتر من يوم، يعني ما اكتفيش بعينتين بس، يعني مثلا عملت عينة النهاردة واعمل عينة بكرة، لا لا ممكن اعمل عينة النهاردة وبكرة وبعده وبعده وكده. بس طبعا دي مرهقة للمريض والمريض اصلا هيتضايق وكده، فاصلا معظم الناس بتكتفي بتحليل واحد. طيب في حاجة بقى اسمها التست سنسيتيفيتي اند سبيسيفيستي. تست سنسيتيفيتي اند سبيسيفيستي، عندنا في حاجة اسمها السنسيتيفيتي دايجنوستيك سنسيتيفيتي ودايجنوستيك سبيسيفيستي. سنسيتيفيتي هنا ركز بقى فيها قوي، انا بشوف النتائج بتاعتي بوزيتيف لو المرض موجود، يعني انا عارف ان المرض موجود. يعني انا مثلا هجيب ناس مثلا 100 واحد وانا عارف ان في كورونا، حلو، وهعمل لهم تيست معين، حلو، لو التيست ده طلع بوزيتيف لكل الناس يبقى التيست ده سنسيتيف. يبقى التيست ده ايه؟ سنسيتيف، لان طلع لي ان فعلا ان المرض موجود اهو. therefore sensitivity is a true positive rate per total affected or percentage of true positive result او true positive. يعني هو من الاخر بيديني الناس اللي فعلا عندها كورونا. طيب السبيسيفيستي بقى، سبيسيفيستي لا، سبيسيفيستي هي ترو نيجاتيف. الترو نيجاتيف يعني ايه؟ يعني انا مثلا جبت 100 واحد وانا وايه وعملت لهم تيست معين، المفروض ما يطلعش في كورونا، لا طلع لي مثلا في 90 واحد ما عندهمش كورونا و10 عندهم كورونا. حلو. ده اسمه السبيسيفيستي، بيقيس النيجاتيف فقط مش البوزيتيف. تمام. دي افهموها بس، ما بتجيش في الامتحان يعني. طيب وبرضه انا شرح لك بالعربي كتير شويه عشان ايه؟ عشان تفهمها، بس بتجيش في الامتحان. كده احنا خلصنا المقدمه بتاعتنا يا دكاتره، هنبدا بقى في جزء البروتين. ماشي. والجزء ده يعني ايه؟ هندرس بقى الكلينيكال بتاعه وهندرس الامراض اللي بتصيب الانسان وكده. يعني البروتين عندنا الجنرال كاركترز بتاعته مهمه قوي. اول حاجه المولكولار سايز، البروتين من ضمن الحاجات المميزه فيه قوي ان السايز بتاعه كبير، عباره عن ماكرو مولكيولز، لا مايكرو ولا سيمي ماكرو. الويت بتاعه بيتراوح الى 600 دالتون للانسولين او سيفرال مليون دالتون لبعض الاستراكشر بروتين، يعني البروتين اللي موجوده في الاستراكشر بتاع الخليه. يبقى هنا الحته دي مهمه. طيب كمان هو اميوجينيك. اميوجينيك يعني ايه؟ يعني هو انتيجينيك، يعني بيحفز جهاز المناعه. ليه بقى يحفز جهاز المناعه؟ قال لك ليه؟ لانك هو كبير في الحجم، مولكولار ماس، في كميه تيروزين كتيره، وكمان السبيسيفيستي باي سبيشيس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في بروتين خاص مثلا بالانسان، خاص بالارانب، خاص بالفئران كده، فكل بروتين ليه سبيسيفيستي. يبقى بيجي لك في الامتحان دايما most proteins are antigenic due to نقط ونقط ونقط، فانت تقول المولكولار ماس، التيروسين كونتنت، والسبيسيفيستي باي سبيشيس. حلو. الحاجات دي اقروها بس، ما بتجيش في الامتحان. طيب السنسس، البروتين بيتصنع فين؟ قال لك ان البلازما، احنا عندنا طبعا نوعين من البروتينز، بلازما بروتينز، بروتينات البلازما زي الالبيومين والكوربيلين والحاجات دي كلها، والاستراكشر او التيشو بروتين اللي هي موجوده في الخلايا زي الكولاجين، صح ولا لا؟ قال لك معظم البلازما بروتين
بيتم تصنيعها في الايه، في المصنع الالي بتاعهم اللي هو الليفر، وبعد كده يحصل لها سكريشن باي الهيباتوسايت اللي هو خلايا الليفر انتو ذا سيركوليشن. طيب هل في اكسبشن؟ قال لك ايوه في اكسبشن، في استثناء الاميونوجلوبولينز. حلو، وهناخد استثناء بسيط شويه برضو المحاضره الجايه او البارت الثاني. الاميونوجلوبولينز بقى بتتصنع في خلايا البلازما، البلازما سيلز اللي هي الخلايا المناعيه. تمام، هنا بيقول لك السنسز بيتم ازاي والكلام ده كله، جوانين وسيتوزين وادينين وثيمين والحاجات دي. طيب عمليه السنسز ما تهمنيش قوي، انا عايزك بس تفهم حاجه واحده بس، ان انا لما باجي ابدا عمليه تصنيع البروتين لازم الامينو اسيد المستخدم يكون اكتيفيتد امينو اسيد. ما ينفعش اجيب امينو اسيد كده واقول له لا ده انت ايه هتصنع البروتين زي ما انت كده، لا لازم يحصل له اكتيفيشن. ودي جت في الامتحان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبل اللي فاتت كمان، ان هنا عمليه تصنيع البروتين سينسس في الريبوسوم بتحتاج اكتيفيتد امينو اسيد، بتحتاج ايه يا دكاتره؟ اكتيفيتد امينو اسيد. تمام، انا عايزكم تقروها بس، الحاجات دي انتوا خدتوها في المايكرو وحتى الدكتور مركزش عليها قوي. طيب اخر حاجه في البارت بتاعنا اللي هو الجنرال فانكشنز اوف بروتين، عندنا وظائف كتيره قوي للبروتين. ان عندنا البلازما بروتين والتشو بروتين، ماشي، دول مهمين قوي في الايه للانسان. البلازما بروتينز ممكن اعمل لها تكسير او اكسرها لبعض الامينو اسيدز، والامينو اسيدز دي ممكن زي ما خدنا في سنه ثالثه ان هي تقدر يحصل لها ميتابوليزم او كاتابوليزم وايه، وتدخل كريبس سايكل وتديني طاقه. في بعض البروتينات كمان بيكون ليها ستراكشر رول زي الكولاجين والالاستين. تمام، الفانكشن بقى اللي هي الثانيه دي اللي هي ستارلينج لو، عايزكم تقروها هنا لاننا كده كده ايه هناخدها بالتفصيل في البارت الثاني، فانا كده كده هشرحها بالتفصيل هناك عشان ليها حاجات معينه، في حاجه اسمها الاوزموتيك بريشر الضغط الاسموزي والايه والهيدروستاتيك بريشر مش هتفهمها هنا، لا انا هشرحها لك بالتفصيل في البارت الثاني. طيب البروتين كمان ليها امفوتيريك نيتشر. يعني ايه امفوتيريك نيتشر؟ امفوتيريزم تردد، يعني دايما كان يقول لك ان البروتين فيها جزء حامضي وجزء قلوي او قاعدي. حلو، وبالتالي بتقدر تشتغل كبفر، تشتغل كايه؟ كبفر. طيب في بعض البروتينات ليها او بعض البروتينات ليها ترانسبورت رول. يعني ايه ترانسبورت رول؟ يعني بتشتغل كناقل داخل الجسم. زي ايه؟ زي السيروكسين بايندنج جلوبولين بيمسك في السيروكسين اللي هو هرمون الغده الدرقيه، الهابتوجلوبين، ركز مش الهيموجلوبين، الهابتوجلوبين ده اللي بيمسك في الفري هيموجلوبين، والالبيومين زي ما احنا عارفين بيمسك في حاجات كتير قوي من ضمنها الدرج كمان. تمام، الحته دي اقروها بس. بعض البروتينات بتشتغل ك ك ك كريسبتور او كاماكن للتعرف على بعض المكونات بتاع الخليه، زي الجلايكوبروتينز اللي موجوده على سطح الايه السيل ميمبرين. وبعض البروتينات بتشتغل كانتيجين، الانتيجين دي يا دكاتره بتحفز الانتي بودي. كمان البروتينات بتشتغل كانزيمات، بعضها بيشتغل كانزيمات. حلو، وفي بعض البروتينات بتكون كلوتينج فاكتور عشان تظبط عمليه الايه الهيموستيزس في الايه في الجسم. كده احنا خلصنا البارت الاولاني من المحاضره بتاعتنا، ده السمري هو بتاع الفانكشنز بتاع البروتين. حلو، هنبدا بقى في البارت الثاني ان شاء الله، هنتكلم باستفاضه شويه عن البلازما بروتين والتيشو بروتين والامراض اللي بتصيب الانسان. شكرا يا دكاتره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.